ما عندي وقت كتير أحكي بسرعة بقى، لكن أنا رح أعمل كل اللي بقدر عليه، بس لازم طلعك من هالمشكلة. ولحتى ساوي هيك لازم تقليني مين هاد الشخص، لأنه ما بدي شوفك بمشكلة بعد اليوم. جدان بغرفة أليشا، شو عم تعمل هنيك؟ جدان مو هيك القصة، يلا طلعي من غرفتي، روحي. ليش ما عم بسمع؟ أليشا وثقي فيني، ما تخافي، لكن طمني فيكي تقليلي أنا رح ساعدك، لأني أنا هون لنحل المشكلة بدون ما حدا يأذيكي. بترجاكي أليشا قليلي مين بيكون هالمحتال، شو اسمه؟ أليشا كيف بدي ساعدك إذا ما قلتي لي؟ يا ترى أليشا رح تحكي شي؟ ما عم تفهمي أنت جناتي؟ جدان ليش عم تجبريني بهدلك بكل مرة؟ أنا بدي هينك أنت والشيف، وما في شي رح يوقفني. طلعي من غرفتي فوراً. ليش ما عم تفهمي؟ انتي ما بتستوعبي؟ ما رح تسمعي. طيب اذا بتريدي قليلي اللي لازم اعرفه. انا كنت عم مسأل عليكن مشان شوفك بهي الحالة. شو مفكرتيني؟ بلا فهم؟ انا ماني بلا فهم جدان، وإلا كنت خسرت العالم كله. انا عيوني مفتحة كتير منيح وبقدر شوف كل شي، انتي ما بتشوفي. انتي عايشة تحت امري هون، صح؟ عم تفهمي؟ كنت عارفانة إنك ما رح تفهمي. أنتي بلا فهم بالمرة، طلعي من غرفتي هلأ، ما بدي شوفك هون. وما عاد تفوتي على غرفتي قبل ما تدقي الباب، ماشي؟ طلعي، يلا طلعي طلعي. معك حق، أنتي مانك بلا فهم أليشا، أنا اللي بلا عقل، مشان هيك كل مرة بحاول ساعدك. ما بقى رح أزعجك أبداً، مستحيل تتغيري، انت اعملي اللي بدك اياه. سامحيني جودان، ما قدرت خبرك الحقيقة مع انه كان بدي، بس كيف فيني خبرك؟ بعرف انه فيكرانت عم يراقبني، فيكرانت خبيث، ما فيني خبي شي عنه أبداً.